برسنتج او نسبه مئويه. لو تاخد بالك ما اتكلمتش خالص على الريبورت فلتر لحد دلوقتي، هو ايه وظيفته؟ طب نخفف التيبل شويه، نخففه شويه، من البروفيت نخففه يعني على قد ما نقدر نخففه. يلا بينا. لو سمحت، نعم، انا عايزك تعمل لي مثلا تعمل لي فلتر بالكوارتر او بالمانث ايا كان يعني، وتعمل لي ماتشنج او تعمل لي تقرير بالبرانش مع البرودكت. ايه رايك؟ ماشي. هنحط اللي عدده قليل على الكول، بعد كده هنحط السيلز. حضرتك في مشكله؟ جميل. وعايزك تحط لي هنا الفلتر بالديت. طب احط لك الفلتر بالديت ازاي؟ احط لك الفلتر هنا في الديت ازاي؟ طيب هننزل الديت تحت شويه كده ونعمل له جروب الاول وشوف الجروب بتاعه بايه. ايه رايك نعمل الجروب بتاعه مثلا قبل ما اطلعه في الفلتر؟ تعالى نعمل الجروب بتاعه بالمانث مع الير، بالمانث مع الير. خلي بالك انا ممكن اعمل جروب بالير بس، تعالى نبتدي بالسهل الاول نعمله جروب بالير. اوكي، فادي جروب بالايه؟ بالير. انا بقى همسك الير دي وارميها فوق وانزل البرودكت تحت. يبقى انا حطيت ايه في الفلتر هنا؟ حطيت اليرز اللي عندي، السنوات اللي عندي. ايه الفلتر ده بقى؟ ايه الفلتر ده؟ قال لك الفلتر ده من الحاجات اللي ايه بتزود عندنا التقرير بتاعنا ايه اكتر تفاعلا يعني او ديناميكيا يعني. ازاي؟ انا ممكن افلتر على سنه معينه واقول له اوكي، فانت هو نفس الداتا ونفس الريبورت بتاعك بس قل شويه على ايه؟ على السنه دي بس. لو انت عايز سنه 2018 فهو عمل لك تقرير بيزيد وبيقل زي ما انت شايف على حسب السنه، فدي حاجه برضو ايه كويسه.